إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيه ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيه ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيه ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. محمد رسول الحق والهدى صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الأمي القادم من قلب الصحراء من البادية في عصر الظلام والجهالة، ينشر نور الحق ونور الهدى على ربوع الكون. محمد رسول الحق والهدى صلى الله عليه وسلم، بهذا الاسم الكريم نطقت ملايين الشفاه، وله اهتزت ملايين القلوب منذ اكثر من 14 قرن من الزمان. وبهذا الاسم الكريم ستنطق ملايين الشفاه، وله ستهتز ملايين القلوب الى يوم الدين. عن الجارم فما حط من قدر الفذاري فاقة، وما زاد في قدر ابن أيهم منصبه، في قصيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليدلل على أن الإسلام لا يفرق بين غني وفقير. الفذاري هذا كان يهودي يعيش في مكة، وكان فقيرا، وجاءت بالصدفة أنه وضع ساقه على رداء ابن أيهم. ابن أيهم كان عربي مسلم ومن الأثرياء، ويسير بخيلاء وخلافه، فداس جت رجل الفساري اللي هو اليهودي ده على رداء ابن أيهم ولطمه. إلا أن الرسول عندما علم انتصر لليهودي على المسلم، لأن الحق والعدل من شيم الإسلام.